تعتبر الأسرة المحور الأساسي في عملية علاج وتأهيل مريض الإدمان، وكلما كانت الأسرة واعية وملمة بالقوانين والجهات الرسمية المعتمدة في الدولة المعنية بعلاج الإدمان، كلما ساهم ذلك إلى سرعة علاج مرضى الإدمان وتعافيهم ومساعدتهم في العودة إلى المجتمع بشكل طبيعي. دولة الإمارات شرعت قوانين لمساعدة مريض الإدمان على طلب العلاج والتعافي.